انهارت نظرية التطور في القرن العشرين، ليس أمام البيولوجية فقط، بل حتى أمام علم المتحجرات. فالحفريات التي استمرت في مختلف أنحاء العالم منذ ظهور هذه النظرية حتى الآن، لم يتم العثور فيها على أي متحجرة تؤيد نظرية التطور. فالمتحجرات هي بقايا الأحياء التي عاشت في الماضي. إن الحياة العظمية للأحياء التي عزلت فجأة من التعرض للجو لم تبقى محفوظة ومصانة حتى يومنا هذا. هذه البقايا تعطينا معلومات حول هذه الأحياء التي عاشت على هذه البسيطة. لذا فإن سجل المتحجرات هو الذي يستطيع إعطاء الجواب العلمي حول كيفية ظهور الأحياء. حسب نظرية التطور التي قدمها داروين، فإن جميع الأحياء تأتي من سلف واحد. أما ظهور كل هذه الأنواع المختلفة من الأحياء فيعود إلى التغيرات الطفيفة التي تراكمت ضمن شريط طويل من الزمان. بحسب هذه النظرية ظهرت الأحياء ذات الخلية الواحدة في بداية الأمر، ثم تحولت عبر مئات الملايين من السنين إلى أحياء لا فقارية مائية، ثم إلى أسماك، ثم خرجت هذه الأسماك إلى البر وتحولت إلى زواحف، ثم تطورت الطيور والثدييات من هذه الزواحف. ولو كان هذا صحيحا لكان من الضروري وجود حلقات وسطى أو مراحل انتقالية كثيرة جدا تربط بين هذه الأنواع المختلفة من الأحياء. فمثلا إن كانت الطيور قد تطورت فعلا عن الزواحف، لكان من الضروري وجود الملايين من الأحياء في التاريخ القديم، هي نصف طيور ونصف زواحف. وكان من الضروري أن تملك هذه الأحياء أعضاء غير متكاملة بعد، وأعضاء ناقصة. أطلق داروين على هذه الأحياء اسم أحياء المراحل الانتقالية، وكان يدرك أنه لكي يتم إثبات صحة نظريته فيجب العثور على بقايا الأحياء في سجل المتحجرة. لذا قال في كتابه أصل الأنواع: إن كانت نظريتي صحيحة فلابد من وجود أنواع عديدة جدا من أحياء المراحل الانتقالية التي تربط الأنواع بعضها ببعض قد عاشت في السابق. ولا يوجد الدليل هذا إلا في بقايا المتحجرات. ولكن داروين كان يعلم أن سجل المتحجرات لا يحتوي على أي شكل انتقالي، لذا أفرد فصلا خاصا لهذه المشكلة في كتابه أصل الأنواع، وطرح هذه الأسئلة بقلق. إن كانت الأنواع قد تطورت حقيقة عن أنواع أخرى بشكل بطيء وتدريجي، فلماذا لا نجد أشكال المراحل الانتقالية؟ يجب أن يكون هناك أعدادا لا تحصى من هذه المراحل الانتقالية، ولكن لماذا لا نجدها مسكونة بين الطبقات الأرضية؟ ثم ذكر داروين أنه تم تدقيق سجل المتحجرات بشكل جيد، فلابد من العثور على هذه المراحل الانتقالية المفترضة. لذلك نجد أن التطوريين الذين جاءوا من بعده أمضوا 140 عاما بين الطبقات الجيولوجية في مختلف أنحاء الأرض بحثا عن متحجرات تمثل المراحل الانتقالية، ولكن جميع هذه الجهود باءت بالإخفاق التام، وبقيت المراحل الانتقالية التي تخيلها داروين لا تتجاوز الخيال المحض. وهذا أدى بالعالم البلومفولوجي البريطاني المعروف دريك إيكنز، وهو من أنصار التطور، إلى هذا الاعتراف: إن مشكلتنا أننا عندما نقوم بتدقيق سجلات المتحجرات نواجه الحقيقة نفسها، سواء على مستوى النوع أو الصنف في كل مرة، وهي ظهور المجموعات بشكل فجائي وليس بعملية تطورية ذات مراحل معينة. طبقات العهد الكامبري هي أقدم الطبقات التي وجدت فيها متحجرات الأحياء، وتقدر أعمار هذه الطبقات ب 500 إلى 530 مليون سنة، ولم يعثر في طبقات ما قبل الكامبري على أي متحجرات سوى متحجرات الأحياء من ذوات الخلية الواحدة. أما في العهد الكامبري فنجد الظهور الفجائي لأحياء متنوعة مختلفة تمام الاختلاف،
حيث نجد أنواعا تربو على 30 نوعا من اللافقاريات كقناديل البحر وثلاثيات الفصوص والحلزون، وهي تظهر فجأة. كانت هذه الأحياء تملك نظام الدورة الدموية وأنظمة وأعضاء أخرى معقدة في أجسامها، فعين ثلاثيات الفصوص تتشكل من مئات العدسات المركبة، وهي تعمل بنظام العدسات المزدوجة التي هي نموذج لتصميم في غاية الروعة. وهذه هي العين الأولى التي ظهرت على الأرض، وهي تهدم تماما ادعاء داروين أن الأحياء تطورت من أشكال بدائية إلى أشكال متطورة. وعلاوة على هذا، فإن العيون العدسية لثلاثيات الفصوص بقيت إلى يومنا هذا دون أي تغير، إذ نجد التركيب نفسه في عيون النحل واليعسوب. حسب نظرية التطور، فإن أنواع الكائنات الحية تطورت من أحياء أخرى بدائية، وأنه لا توجد قبل ثلاثيات الفصوص والأحياء الأخرى للعهد الكمبري أي كائنات حية معقدة التركيب، أي أن الكائنات الحية للعهد الكمبري ظهرت فجأة دون أن يكون لها أي سلف. يقول عالم الحيوان الإنجليزي ريتشارد لوكينز، الذي يعد من أشهر المدافعين عن نظرية التطور حول هذا الموضوع: يبدو وكأن الكائنات الحية للعهد الكمبري ظهرت كما هي دون أن تملك أي تاريخ تطوري. وهذا الأمر يشير إلى عدم صدق نظرية التطور، لأن داروين كان يذكر في كتابه أصل الأنواع ما يأتي: إن ظهرت أنواع عديدة إلى الحياة تعود إلى صنف وفي وقت واحد، ستكون ضربة قاصمة لنظريتي التي ترى ظهور الأحياء من سلف مشترك نتيجة للانتخاب الطبيعي. إن هذه الضربة القاضية التي خشي منها قد سددت فعلا إلى النظرية من سجل المتحجرات منذ العهد الكمبري. وكذلك ظهرت الكائنات الحية في الطبقات الأرضية بعد العهد الكمبري فجأة وببنية تامة غير ناقصة، كما يدل عليه سجل المتحجرات في هذه الطبقة. فقد ظهرت الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات وغيرها من المجموعات الأساسية للكائنات الحية التي تضم مئات الآلاف من الأنواع المختلفة. ظهرت كل هذه الكائنات فجأة وبشكل تام. ولا يوجد بين جميع هذه المجموعات والأنواع مثال واحد لأي شكل من الأشكال الانتقالية أو المراحل الوسطى. إن هذه الحقيقة التي أظهرها سجل المتحجرات تثبت أن أنواع الكائنات الحية كونت وبشكل مستقل من قبل الله تعالى. ويقر العالم البلومفولوجي التطوري مارك دانشتي هذه الحقيقة قائلا: لقد أصبح سجل المتحجرات على الدوام عائقا كبيرا أمام البرهنة على صحة هذه النظرية، فلم يظهر هذا السجل لأي وقت من الأوقات أي أثر مما افترضه داروين من وجود المراحل الانتقالية. فالأنواع ظهرت فجأة، وهذا الوضع غير المتوقع أكد وجهة نظر أنصار الخلق من أن الأنواع خلقت من قبل الله تعالى.